رب يا نصير الغلابة والمساكين، يا رب يا نصير الغلابة والمساكين، يا رب ابني ابني يا سيدي، سقت عليك النبي والأولية تنجي ابني، يا رب يا مغيث يا رحمن يا رحيم، ارحمني وارحم ابني، أنا جيت لك أهو يا سيدي نجي. اهدي يا بنتي اهدي، انت دعيتي وربنا ان شاء الله هيستجاب لدعائي. هاتي يا بنتي ان شاء الله، هاتي يا بنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. عندك حد عيان؟ احمد هيخف باذن الله. يسمع من خشمك ربنا يا حاج. ايه يا حاج؟ واخوه حسان ده مسافر، عايزه في حاجه؟ هيرجع قبل اجازته؟ عشان هيرجع ميت. يا مري غور غور يا شميه وش النحس، غور بقى العيان هيخف والسليم هيموت. دي ارادته، ليه بتخافوا من الموت؟ غور جاتك غوره. اوعى تركب العربيه دي يا ابوي. ليه يا ولدي؟ العربيه دي هتنقلب باللي فيها. ليه يا ولدي؟ مش مصدقني؟ هتنقلب باللي فيها. غور اللي عاوز يعيش ينزل العربيه وسيبوني اركب. غور صدقوني العربيه دي هتنقلب باللي فيها. الراجل وقع من طوله. يا اله الا الله، قوم يا عم الحاج، حد يجيب لنا بصره نشممها له او شويه ميه نفوق بيه. الحمد لله ده لسه في نفس، لسه عايش. لا حول ولا قوه الا بالله. قوم يا عم الحاج، ده باين له طب من جنه الاكل الميه. فوق يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم. فوق يا عم الحاج، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لسه عايش. قوم يا راجل، قوم خلعتنا عليك. كله يروح الحال، حملوني. قوم يا راجل على مهلك يا عم الحاج. لا اله الا الله، وحد الله يا حاج، ما تعملش في نفسك كده، مالك يا حول الله. خد اشرب. اه لا حول الله، طب انه عنده لطف ده ولا ايه؟ ده مقام سيدي عبد الله بن ابي جمره سلطان المشرق والمغرب، لا يقف على قبره شقي او عاصي الوالدين. ما لك يا والدي؟ الحمد لله. تعال تعال يا ولدي تعال.
الاسم الكريم ايه؟ خلف الله. عاشت الاسامي يا شيخ خلف الله. انا اخوك في الله بكري، خادم هذا المقام، وده مقام سيدي احمد ابن عطاء الله السكندري، جه من الاسكندرية عشان يبقى بجوار سيدي عبد الله. تعال يا ابني تعال اقعد وتبارك بالمقام عقبال انا نعمل لك لقمه تاكلها. مش عاوز اكل. طيب اجيب لك حاجه تشربها. مش عاوز اشرب. ليه يا ابني بس؟ انت شكلك تعبان قوي. براحتك يا ابني براحتك. يا شيخ بكري؟ لسه يا بنتي. طب ما نجيب له دكتور او حتى نوديه المستشفى. هو اللي زيه محتاج. ربنا يدينا من بركاته. هو اسمه ايه؟ اسمه خلف الله، الشيخ خلف الله. يا بركة محمد اهو يا بركة. ربنا شفاه ببركة دعائك قبل ما يتم شفاك على خير يا رب يا رب يا رب. أمنتك أمانة يا شيخ بكري، أول ما يفوق ابعتلي إن شاء الله الفجر. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. شيخ خلف على فين؟ ده أنت يا ابني بقالك 4 أيام رائد هنا، لا شربت بق ميه ولا كلت لقمه. انا هروح اجيب لك ميه. لا ليه؟ لا عايز اكل ولا اشرب. طب تعال تعال ارتاح تعال. سامحني يا رب مش قادر، تعبت يا مولانا. انا خلاص مش قادر اجري وراك، وفي ناس مأمنني ليك رسالة. الطفل اللي انت لمسته بإيديك ربنا شفاه. وبعدين انت لسه ما طبتش. هملني انت ما تعرفش انا ايه. انا زي ما تكون الشياطين لبست جدتي وسرقت روحي. مش من حق ادخل بيوت ربنا ده النساء. انت الارض اللي تخطي عليها تبقى ارض خير تباركها. وبعدين شياطين ايه دي بس اللي سكنتك؟ ها؟ ده انا شفتك بعناية دول وانت غايب عن الدنيا وسارح في ملكوت الله. دعاك كأن السماء كلها كانت بتدعي معاك. تقوم تقول لي ان الشياطين سكنتك؟ لو كنت كده زي انت ما بتقول ما كانش العيل اللي انت لمسته بإيديك ربنا شفاه. انت دعيت ربنا وربنا استجاب لدعاك. واللي ربنا يستجيب لدعاه مش معقول يبقى جواه شيطان، ده يبقى جواه خير وخير كتير كمان. لا
الشيطان بيلعب بيا، خليني مش قادر اقرب من حد ولا خلي حد يقرب مني. يعني على فكرة انا مش عارف ليه مديت يدي للواد. عشان ربنا عايزك تعرف النعمة اللي مديها لك. نعمة ايه؟ البصيرة. اللي يعرف الحاجة قبل ما تحصل يبقى ربنا اداله البصيرة، بس القدر مكتوب. يمكن معرفتش تعمل حاجة لولادك ولمراتك، بس تقدر تعمل لغيرهم. اعمل لهم ايه؟ عذبهم اكتر ما عذبتهم؟ هملني